يو دري معكم نايت رو. اليوم في حلقه جديده، ثاني حلقه في الابيزود ديال الجيمين شو في الحياه بابس. اليوم غادي نهضروا كما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت على الجيمر. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على الجيمر. في الحلقه اللي فاتت مدوينا على الجيمين عامه، اللي باقي ما شافش الحلقه يشوفها دابا. اليوم ان شاء الله غادي نعرفوا المعنى ديال كلمه جيمر وباش كيتميز هذا الجيمر، وكالعاده لحسوها في لوباج ديال حيها بابس اللي كان هو شكون هو الجيمر. وكانت الاجابه كالتالي: عبد الله السعيدي قال هو اللي كيفهم اللعبه وكيفهمها كيفاش تصايبات وكيعرف الديفلوبر ديالها ولي كومبوزون اللي يخدموها وما كيقولش لي جو يخرجوا على بنادم. ايوب العسري قال الجيمر رجوله، الجيمر ديما رجوله. مايسترو ايوب هو اللي تيبغي يفهم القصه ديال اللعبه وما تيدوزش لي زانيماسيون. صح كاينين، حيت كاينين اللي كتلقى كيلعب كتوصل ديك اللعيبه ديال الانيماسيون سكيب 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 كدا يقصر سولو على القصه ديال اللعبه يقولك ما هو اللي كيبقى يلعب حتى يكمل جميع التروفي ديال اللعبه، ماشي غير يطلع جينيريك ويسحب راسو راه حد اللعبه. متفقين معايا؟ متفقين مع الدراري؟ هو اللي لعب بزاف ديال لي جو، جرب بزاف ديال لي كونسول و تيلعب جوج سوايع و تيمشي يدير شي حاجة أخرى. اسماعيل فينكر جو، واش نقولك؟ ما نجاوبش، ولكن الصراحة هدف جميل. كما قلنا في الفيديو الأول على أن الجيمر مكتأثرش غير على لي جو فيديو، فكذلك الجيمر مكتأثرش غير على لي جو فيديو. عاودت لي جو فيديو جوج مرات ماشي مشكل. أغلبية كيقولوا بلي أن الجيمر هو داك الشخص كيبقى في البيت ديالو كونسول بس كيبقى كيلعب، ما كيهضر مع حتى واحد، ما كيخرج مع حتى واحد، يعني ماشي اجتماعي. هادشي راه صحيح. الجيمر ببساطة واحد الشخص اللي عزيز عليه لي جو فيديو ولقى فيهم راحتو. جيك ولا والناس، راه كاين فرق كبير ما بين الجيك والجيمر، فرق كبير. وكما كاع المجالات كيكونوا بزاف ديال الانواع، فتي جيمر كاين بزاف ديال الانواع طبقات الجيم. الجيمر اللي كيراجي طلق على الجيمر طلق على صاحبي طلق طلق عطيه طلق عطيه. الجيمر نرد كاين في فاساس عطيه ليا، كاين في فاس ديليكس عطيه ليا، كاين في فاس ديليكس جولد برو عطيه ليا، كاين في فاس ديليكس جولد برو زائد كونز اوترا فاس عطيها لي، كاين فيفا 16 ديلوكس جولد برو زائد فيفا فاس زائد عطيها لي. وكاين داك اللي كيحسب راسو واعر وبحد اللي واعر ولا علاقه، انا واعر انا جدو انا طاح في هاد البارتيه غنسلخو سير هاد الحرام كي خصها ما يبقى خاسر ولا شنو ما يبقى خاسر انا نعاود دابا نعطيني سير. شوف كونيكسيون عندك لا علاقه، انا راني واعر كونيكسيون عندك لا علاقه راني نربحو غنعاود معاك بارتي اخرى غنتعدى عليها. شوف زيد بعد من كاين جيمر عنيبة. الو 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 كاين شي درية شنو خاصك مينيسيون؟ عطيه عطيه هاك مينيسيون هاك 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 الو وانت سير بحالك انت شكون هضر معاك بنادم كي داير وي مينيسيون هاك مينيسيون هاك. من هادشي كامل الى دوينا على الجيمر فبالنا غيمشي نيشان الجيمر المغربي او باحرى الجيمين في المغرب. صاد صاد اجا قصر شيما انا جاي سمع دراري الحلقه ديال اليوم سالات، الحلقه الجايه غادي ندويو على الجيمين في المغرب. كومونتيو الاراء ديالكم على زعما الجيمين في المغرب واش ناقص ولا زوين ولا كان ناقص شنو ناقص فيه. ما تنساوش حتى الحوايج اللي كيعاونونا، كومونتيو لايكيو الفيديو وسبسكرايب. صافي فين نخشي السال اجا مرة امك فين تخشي السال. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على الجيمين. نعرفوا شنو هو هذا الجيمين؟ عرفناه عرفناه الجيمين هو تلعب اللعاب يوه.